ابو بدر؟ انا اعتقد يعني هذا هو النهائي المثالي بصراحه للدوره، يعني تعتبره نهائي مبكر. نهائي مبكر، يعني تمنينا نشوف في النهائي منتخب قطر ومنتخب الجزائر صراحه من افضل الفرق، يعني مو لكون ان هذا بطل افريقيا وبطل اسيا، لكن اعتقد ان المنتخب القطري كان يعني مثل كره اسيا على مستوى عالي، لم يوفق في هذه المباراه، لكن انا اعتقد انه كان له شخصيته في الملعب ونجح، رغم يعني المنتخب الجزائري منتخب خطير جدا، يعني حقيقه يعني فريق يعرف شلون يدافع شلون يهاجم، يملك لاعبين على مستوى جيد، خبره، تفاهم، مدرب على مستوى عالي، لكن المنتخب القطري بالامس قدم مباراه كبيره. انا اعتقد انه لو يعني كان هناك في اشواط اضافيه لكان المنتخب القطري يتفوق، وخصوصا في الجانب اللياقي، يعني مستوى قطر، يعني حتى شوف في قطر في الاواخر 10 دقائق في المباراه كان مسيطر على الوسط. صدق لو رايحه وقت اضافي اختلف الوضع، يعني لان الجزائريين يعني خلاص مو قادرين يعطون. انا اقول لك في شغله مهمه واتمنى لا يفسر تفسير خاطئ، لو خسر المنتخب القطري الجزائري بالامس لكان هناك مشكله كبيره. على موضوع قصدك الوقت الاضافي؟ الاضافي، والجزائريين لا يرضون بالخساره، الجزائريين هذا طبعهم، الاخوان في الجزائر حادين في هذا الامر، وخصوصا اذا شعروا ان هناك في ظلم للفريق. زين انا بسالك الان، التسع دقائق اللي اعطاها الحكم هل هي مستحقه ولا وايد؟ الاولى لا كبيره، يعني ما توقعتها انا، يعني انا تفاجات فيها. وحتى المدرب المنتخب الجزائر ولاعبين منتخب الجزائر فعلا، يعني كم التوقع كان وقت اضافي؟ يعني بحدود 6 دقائق 5 دقائق، ايه بالكثير، يعني من 5 ل 6. اي نعم، وبالتالي ايضا زاد وقت اضافي في عاد هذه التسعه الثانيه قصه. ايه نعم، يعني وكانت يعني هذه يعني لو خسر منتخب الجزائر انا اعتقد انه راح يسبب مشكله، ما راح تطلع المباراه بسلام، وانا اعرف اللاعبين الجزائريين ما يرضون في هذا الامر ولا يرضون الخساره. نعم، خصوصا انهم شعروا ان هناك في يعني نوع من المجامله من الحكم في الوقت الاضافي، بس اعطاهم 9 دقائق ثانيه او لانه فازوا، يعني إيه بحاله الفوز ينسى إيه كل شيء. ابو حسن، في شوف قانونيا هناك 7 تبديلات. 5 تبديلات لكل فريق، 5 5 10 تبديلات، 5 و2 7 تبديلات. تكلم من الطرفين، تكلم طرفين، 7 تبديلات. اللي صارت في المباراة، 7 تبديلات، اخذ نص دقيقة على كل تبديل، 3 ونص. هذه قناة قانونية، 3 دقائق ونص. اللي يعني صراحة يعني هي كانت المباراة جميلة إلى بعد إصابة نجاح أبو بغداد. إي بس طول الدقيقتين وشيء حقيقة، يعني الجزائريين شوي يعني بالغوا في الإصابات والسقوط الغير مبرر ودخول زين. هل يعني 9 دقائق كانت كثيرة ولا لا؟ الأولى 9 دقائق والله أنا اللي أشوفها أنها صراحة كبيرة، يعني بحدود كم كان الوقت الإضافي المستحق؟ يعني ممكن نقول 7 دقائق. ترى المنتخب القطري سجل في 6 دقائق من بدل الضايع.